ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا والميليشيات لا تتعاطى إيجابيا مع الجائحة. نسبة كبيرة من اليمنيين نازحين وعشرون ألف مختطف يتعرضون للتعذيب في معتقلات الحوثي. إحباط محاولة تسلل حوثية في حيث عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات في الضالع. السلام عليكم، نشرة الثلاثة والنصف نبدأها بسم الله. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا وأربع وفيات وثلاث عشر حالة شفاء. وأوضحت اللجنة في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، سبع في حضرموت وخمس في عدن وثلاث في تعز. وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في حضرموت وحالة واحدة في أبين وحالة أخرى في تعز. كما سجلت اللجنة شفاء 13 حالة، منها ثمان حالات في تعز وأربع في عدن وواحدة في حضرموت، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1118 و 302 وفاة و 430 حالة تعافٍ. اتهمت ميليشيات الحوثي الأمم المتحدة بالسلبية في التعامل مع الجائحة، في حين تشير الوقائع على الأرض من خلال التحفظ على أعداد الوفيات والإصابات في مناطق سيطرتها بأنها السبب الرئيس في الكارثة الصحية. زد على ذلك رفضها لكل الدعوات المنادية بوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة كورونا. فشل ميليشيات الحوثي في التعامل مع جائحة كورونا وعدم اتسامها بالشفافية في أرقام الإصابات والوفيات جعلها تبحث عن شماعة لتعلق أخطاءها وتلقي باللائمة عليها. فبعدما تعذرت بالمحاليل والمسوحات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ووصفتها بغير الدقيقة، ها هي تتحدث عن سلبية الأمم المتحدة وأنها قد تتسبب بكارثة صحية. ووفق بيان ما يسمى بوزارة الصحة التابعة لميليشيات الحوثي، أكد بأن عرقلة وصول المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة صحية والإغلاق التدريجي للمستشفيات وعدم قدرة المواطنين المصابين بفيروس كورونا على الوصول إليها في الوقت المناسب. لكن هذه الحجج الحوثية تدحضها مشاهد أكثر من 150 ناقلة وصهريج نفط احتجزتها ميليشيات الحوثي في النقاط الأمنية ومنعت دخولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها قبل أيام، ما يؤكد أنها تفتعل الأزمة للمزايدة والمتاجرة بمعاناة اليمنيين. تباكي ميليشيات الحوثي على اليمنيين بات مفضوحا ويظهر من خلال عدم مكاشفة الرأي العام على الأرقام الفعلية لعدد الإصابات والوفيات بكوفيد 19، وأيضا عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس الذي تشير الأمم المتحدة إلى أن ذروته في اليمن ستكون من الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة. في مقابل ذلك توحي إجراءات ميليشيات الحوثي على الأرض ورفع الحظر في مناطق سيطرتها وكأن خطورة الفيروس قد تلاشت من خلال فتحها المراكز الصيفية وازدحام الناس في أسواق القات ومحطات تعبئة المشتقات النفطية ضمن استخفاف بأرواح اليمنيين فقط من أجل استمرار جني الإتاوات والضرائب من الأسواق وتحديدا السوق السوداء الخاصة ببيع المشتقات النفطية. تحميل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مسؤولية تردي الأوضاع الصحية وتفشي كورونا في مناطق الحوثيين هو تزييف وقلب للحقائق، فالميليشيات منذ البدايات الأولى لتسجيل إصابات بكورونا في اليمن لم تستجب للدعوات الأممية المنادية بوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة كوفيد 19، كما أن مبادرة السلام التي تقدم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث رفضتها جملة وتفصيلا ولم تتعاطى بإيجابية مع الهدنة من طرف واحد، ما يؤكد أن تباكيها على اليمن واليمنيين دعاية كاذبة وأن تحميل الآخرين مسؤولية أفعالها مجرد افتراء. معنا عبر الهاتف عبد الفتاح عبد الله المتحدث باسم لجنة الطوارئ بالضالع، مرحبا بك. مرحبا بكم. ما مستجدات الإصابة بفيروس كورونا في الضالع دكتور عبد الفتاح؟ طبعا وبحسب الإحصائيات
يوم أمس الاثنين الواصل إلى غرفة العمليات بمكتب الصحة. الحمد لله لم تسجل أي حالات معقدة يوم أمس، أكان إصابات أو وفيات بالفيروس. فيما تم رصد يوم أمس 10 حالات اشتباه إصابة بالفيروس ولم تسجل حالات وفاة من الحالات، وبهذا يكون توقف عدد إجمالي الحالات الإصابة المؤكدة عند 49 حالة، منها 13 حالة وفاة إلى مساء. فيما وصل عدد إجمالي الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس إلى يوم إلى مساء يوم أمس 418 حالة، منها 80 حالة وفاة. وبلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض 5 حالات، فيما لا زالت توجد هناك 38 عينة فحص مخبري بي سي آر تم إرسالها إلى المختبر المركزي بعدن، ولم تصلنا حتى الآن النتائج، وعند وصولها سنعلن عن هذه العينات. بالنسبة للحال الوضع العام في المحافظة من ناحية الحظر، لا زال المواطنين لم يتقيدوا بالإجراءات المتخذة من قبل لجنة الطوارئ، وإن كان قد خفف نوعا ما الحظر في خاصة المساجد، وندعو السلطات في المحافظة والجهات المختصة إلى تعقيم المساجد وحتى المواطنين والمصلين أن يبقوا في المسجد فترات قصيرة خوفا من عودة الجائحة بشكل كبير كما بدأت في المحافظة في أول وهلة. ونتمنى أن تستمر الإحصائيات بالانخفاض وحتى نصل إلى عدم الإعلان عن حالات كان اشتباه أو حالات مؤكدة، وندعو المواطنين إلى التقيد برضو بالإجراءات الاحترازية عند خروجهم للأماكن العامة للضرورة، وذلك بوضع الكمامات على أوجههم، وبالأخص إن كان لا توجد كمامات رحنا في بلدنا دائما نجد ارتداء الأطرة أو الشال أن يوضعوا على أنطهم وألقافهم تجنبا من التقاط الفيروس، وأن يعملوا على غسل هذا القشرة أو الشال باستمرار وتعقيمه في الصابون والماء ووضعه على الشمس ليجف يوم كامل. نعم دكتور. وأيضا هناك إجراءات احترازية، منها عند العودة إلى المنزل يجب غسل اليدين بشكل سليم والاهتمام بالنظافة الشخصية، وكذلك عدم أخذ الأطفال عند خروجهم إلى الأسواق أو الأماكن العامة. نعم، كان معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الفتاح عبد الله المتحدث باسم لجنة الطوارئ بالضالع، شكرا لك. أدت الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي إلى نزوح عدد كبير من الجماليين من مناطقهم ومنازلهم، كما أوضحت منظمة حقوقية باعتقال الحوثيين أكثر من 20,000 شخص في سجونها وتعريضهم للتعذيب وسط مخاوف من الإصابة بكورونا. الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات لم تترك متنفسا لليمنيين، فمنهم من هرب لكي تسلم روحه من رصاصات الحوثي وقذائفه، ومنهم من غيبته الميليشيات في غياهب سجونها السرية. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف في تقرير حديث أن الميليشيات ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة اعتقلت أكثر من 20,000 شخص، توسعوا في 790 سجنا رسمي وغير رسمي داخل مناطق سيطرتها، وكذلك في المعتقلات السرية التي استحدثتها مؤخرا لكل المعارضين لفكرها الطائفي والسلالي. وقد ذكر التقرير أن الميليشيات جندت نحو 7,000 طفل في صفوفها وزجت بهم إلى معاركها العبثية، فيما بلغ عدد ضحايا الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في مختلف المحافظات حتى الآن أكثر من 6
آلاف مدنك، منهم من فقد أجزاء وأشلاء من جسده وأصبح عاجزا عن الحركة. أما مشروع الخمس العنصري الذي أقرته الميليشيات الحوثية مؤخرا، والذي يمنح مسمى بني هاشم 20% من عائدات الثروات المستخرجة من الأرض والمياه اليمنية شاملة النفط والغاز، فقد اعتبره التقرير باطلا كونه صادر عن جماعة لا تمثل الدولة وغير معترف بها عربيا ودوليا وليس لها أي صفة. كارثة النزوح في اليمن فهي الأشد إيلاما في معاناة اليمنيين الذين أثقلتهم حرب الحوثي منذ قرابة 6 سنوات، وتسببت في تشريد ونزوح داخلي وصل إلى 3,600,000 نازح، أي ما يقارب 13% من عدد سكان اليمن، جميعهم هربوا خوفا من القصف الحوثي المتواصل على منازلهم. وليس هذا التقرير إلا غيظ من فيض أمام الجرائم الحوثية التي ارتكبتها الميليشيات منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، ولا زالت ترتكب شتى صنوف الانتهاكات بحق المواطنين من بينها القتل والإعدام وتفجير المنازل والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال ونهب المساعدات لصالح جبهاتها القتالية دون مراعاة منها للوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون الذين تكالبت عليهم المصائب من كل حدب وصوب. في موكب جنائزي مهيب تقدمته قيادة المقاومة الوطنية وقيادة القوات المشتركة شيع في مدينة البخاء النخا بمحافظة تعز المناضل الشهيد العميد محمد علي سويد أحد أبرز مؤسسي المقاومة الوطنية إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء، وسط حضور كبير لزملاء الشهيد من قادة الألوية العسكرية والضباط والجنود من منتسبي المقاومة الوطنية والقوات المشتركة وعدد من القيادة الأمنية وقيادة السلطة المحلية والمشايخ والأعيان وجمع كثير من المواطنين. وقد جرى تشييع الشهيد الذي لف جثمانه بالعلم الوطني وسط مراسيم عسكرية تقديرا للأدوار الوطنية والنضالية التي اطلع بها خلال مسيرة حياته الحافلة بالمواقف الوطنية المشرفة المنحازة للشعب والوطن والثورة والجمهورية. فعقب تخرجه من الكلية الحربية التحق بالحرس الخاص ورافق رئيس الجمهورية السابق الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في معظم الزيارات والمهام الداخلية والخارجية، وظل يجسد القدوة في الانضباط وتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، ثابتا على المبادئ التي سار عليها أبطال الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وعندما تعرضت اليمن لمؤامرة الربيع العربي عام 2011 وقف الشهيد محمد سويد شامخا كجبال عيبان وشمسان وردفان ولم يكترث بضجيج المتساقطين، مدركا كضابط وطني حر دوره في الدفاع عن مصالح الشعب والحفاظ على مكتسبات الوطن. كما يعد الشهيد من أبرز الضباط الأحرار الذين قارعوا ميليشيات الحوثي الكهنوت ودافعوا ببسالة عن النظام الجمهوري في ثورة 2 ديسمبر الخالدة 2017 التي قادها الزعيم الشهيد الخالد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق ورفيق دربه الأمين الأستاذ عارف عوض الزوكا ضد ميليشيات الحوثي الكهنوتية. وعقب ظهور العميد طارق محمد عبد الله صالح في عزاء الشهيد الوطني الأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في شبوة في يناير 2018 ودعوته لمنتسبي الجيش والأمن والشباب اليمن الأحرار للتحرك إلى ساحات النضال ضد ميليشيات الحوثي ومن أجل الدفاع عن الجمهورية وحرية وكرامة الشعب اليمني، لبى العميد محمد سويد نداء الواجب وكان من ضمن أول 20 شخص التحقوا بالمقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية منذ الأيام الأولى لتأسيسها في مطلع العام 2018. وفي تلك اللحظات الحرجة والمخاطر الجنبة تجلت عظمة الشهيد سويد الذي قاوم الصعاب في بداية تأسيس المقاومة الوطنية بمعنوية عالية، وكان يتحرك ليل نهار وينقل أفواج الملتحقين بصفوف المقاومة من إب والضالع وغيرها ولم يكل أو يمل رغم الجهد، وكان بشوشا مبتسما وعسكريا من الطراز الأول. كما أشرف شخصيا على تجهيز معسكر بير أحمد في عدن أول معسكر لقوات حراس الجمهورية، ولم يكتفي بذلك بل أنه ساهم في إعداد وتأهيل الطلائع الأولى من أبطال قوات حراس الجمهورية. العميد سويد رحمه الله كان من أوائل مؤسسي المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، وأيضا ومن أوائل المهاجرين من صنعاء إلى عدن بعد انتفاضة ديسمبر، كان له دور كبير في انتفاضة ديسمبر والدور اللوجستي الذي قام به لا ينكره أحد.
وأيضا في بداية تأسيس المقاومة في بئر أحمد كان له دور كبير جدا. خسرنا خسارة كبيرة، رحم الله الفقيد ورحم الله جميع الشهداء. نودع اليوم الزميل العميد محمد السويد من القادة الأبطال الذين التحقوا بجبهات العزة والشرف في ميادين جبهة الساحل الغربي لمواجهة ميليشيات الحوثية. العميد محمد من الشخصيات العسكرية النادرة المتواجدة في الساحل الغربي، وقد أبلى بلاء حسنا في عمله. ما يسعنا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ونعزي أنفسنا ونعزي قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح برحيل تلك الهامة الوطنية في جبهة الساحل. رحم الله الشهيد والأخ العزيز محمد علي سويد الذي عرفته قبل 25 عاما أثناء ما جمعنا العمل به في الحرس الخاص، فكان مثالا للرجل المخلص لوطنه ولشعبه. لم يكن العميد الشهيد محمد علي سويد من أهل الطمع وأهل المكاسب والمغانم، وإنما بذل حياته في مجال عمله وإخلاصه لما كلفه. يعتبر من أوائل المؤسسين للمقاومة الوطنية، ويعد من الخمسة الأوائل القادة الميدانيين الذين قاموا باستقبالنا في معسكر بئر أحمد في بداية العام 2018، فكان له الدور الأكبر في بناء وإعداد اللواء الأول. فرحمة الله عليه فقد خسرت المقاومة الوطنية واحد من أوفى رجالها، رحمة الله عليه. في الحديدة قصفت ميليشيات الحوثي القرى السكنية في مديرية الدريهمي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون والأربيجي بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين. وأضافت المصادر أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين القاطنين في منازلهم. في السياق، قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية. وأوضحت مصادر محلية في حيس أن ميليشيات الحوثي أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على أماكن سكنية متفرقة مكتظة بالمواطنين في أطراف ومركز المدينة. وأكدت المصادر أن حي ربع الحضرمي تعرض للقصف الحوثي بشكل هستيري وعشوائي، مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين. وتتعرض الأحياء السكنية في مديرية حيس لعمليات استهداف وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات الحوثي بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العزل وتضرر منازلهم. إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات الحوثية غرب قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات الحوثية قامت بحفر خنادق واستحداث متارس غرب بيت مغاري وتنفيذ محاولة تسلل على مواقع القوات المشتركة. وأضافت أن القوات المشتركة رصدت تحركات الحوثيين في أطراف منطقة الحلة وشعب بني زهير شمال غرب قرية بيت مغاري، وخاضت معها اشتباكات عنيفة انتهت بانسحاب الميليشيات بعد تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. لقى العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون خلال المعارك التي دارت في الساعات الماضية في جبهات شمال غرب الضالع. وأفاد المركز الإعلامي لجبهات الضالع أن المواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأضاف أن الميليشيات حاولت الزحف باتجاه مواقع القوات المشتركة في قطاع الثوخب غرب بلاد حجر شمال شرق مديرية الحشا، وزجت بالمئات من عناصرها وسط إسناد ناري مكثف من مختلف الأسلحة. وأوضح أن المعارك تزامنت مع هجوم معاكس تم فيه دحر الميليشيات إلى خلف مواقعها السابقة في عملية عسكرية نوعية وإحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق وقطع جميع خطوط إمداداتها إلى المنطقة وتكبيدها خسائر كبيرة في صفوفها، تمثلت بسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح. وتمكنت المدفعية من استهداف المواقع الحوثية شمال بلدة صبيرة غرب مديرية قعطبة بضربة نوعية أدت إلى تدمير دبابة وسقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.
وفي البيضاء أقدمت الميليشيات الحوثية على اختطاف عدد من المواطنين بينهم مسؤول محلي واقتحام منازل ونهب ممتلكات بمديرية ردمان. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي اختطفت كل من الشيخ صادق علي العبدلي أمين عام المجلس المحلي بمديرية ردمان وعبد الله حسين الراجحي مدير مدرسة الشهيد العواضي ومحسن ناجي العامري. وأضافت أن ميليشيات الحوثي اقتحمت السبت منزل المواطن أحمد علي سالم الطويل واختطفته مع شقيقه ونهبت سيارته. وأشارت إلى أن الميليشيات الإجرامية منذ اجتياحها المديرية ردمان في وقت سابق من الشهر الجاري اقتحمت عشرات المنازل ونهبتها متعمدة ترويع الآمنين من الأطفال والنساء. تمكن مشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2020. تمكن من انتزاع 1185 لغما منها 25 لغما مضادة للأفراد و363 بل 63 لغما مضادة للدبابات و773 ذخيرة غير متفجرة و24 عبوة ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171 لغم 171,731 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة. راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ما يزال الحوثي إلى الساعة رافضا لكل الجهود الدولية والوساطة الأممية للوصول إلى ناقلة النفط صافر آملا في تقييم وضعها وكذا بحث حلول مجدية لتفادي أكبر كارثة بيئية ستحدث حول العالم. ناقلة النفط صافر هي من تحتل نصيب الأسد من الاهتمام الدولي مؤخرا في اليمن بعد تصاعد النداءات المحذرة من كارثة مؤكدة ستحل بسواحل اليمن الغربية وكذا البحر الأحمر بامتداده إلى سيناء. بريطانيا صاحبة القلم في القضية اليمنية والضامن الأول لميليشيات الحوثي في ستوكهولم، يبدو أنها دخلت مرحلة محاولة الاستجداء مع الميليشيات، فحرب التغريدات الناعمة بين محمد علي الحوثي والسفير البريطاني في اليمن تكشف الكثير من الضغوط الدبلوماسية التي تحذر الحوثي وتنذره في ذات الوقت. أرون كان قد ظهر بتغريدة يقول فيها للحوثي أن عليه السماح للأمم المتحدة بفحص وتقييم الناقلة الصافرة، وفي تغريدة أخرى ردا على الحوثي أكد ذات الموضوع مستجديا ومؤكدا أن تقييم حالة ناقلة النفط الصافر ستكون جزءا من الحل السياسي الذي يحاول الحوثي حاليا ابتزاز العالم به تحت ذريعة تقديمه وثيقة ما تسمى بالحل الشامل الذي قضى من خلاله الحوثي على العالم فك الحصار عنه برا وبحرا وجوا. سياسيا الضمانات البريطانية للميليشيات في ستوكهولم بانسحاب الحوثي من الحديدة وموانئها الثلاثة يظهر يقينا أنها ذهبت أدراج الرياح، ويظهر الاهتمام البريطاني بقضية ناقلة النفط صافر حالة عدم الرضا عن ما تقوم به الميليشيات الحوثية التي يبدو أنها باتت تتقدم إلى الأمام دونما البحث عن مساند أو غطاء دولي. وبعيدا عن ذلك الحوثي يحاول أن يروج لنفسه عبر ذريعة بيع نفط الناقلة صافر لصرف رواتب الموظفين. الحوثي بهذه الخطوة الوهمية انتقل من مرحلة تناصف قيمة النفط بينه وبين الشرعية إلى مرحلة الاستئثار بالمبلغ كاملا. وفي رد مؤيد لذرائع الحوثي مارتن جريفيث كان قد أيد الميليشيات فيما تذهب إليه من ذرائع بدعوة الشرعية والحوثي إلى عمل خطوات بناءة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين، الأمر الذي يراه محللون أن الأمم المتحدة تماهت مع مطالب الميليشيات بل وتمضي في تحقيق أمانها غير آبهة. أن مكتب مارتن جريفيث تفاجأ قبل أسابيع بنهب الحوثي 35 مليار ريال من بنك الحديدة المركزي كانت مجهزة لتسليم رواتب الموظفين. من جانبها الشرعية يبدو أنها تحت الشجرة تفتح فاها وتنتظر ما ستفضي إليه الحلول الدولية، فالمواقف الرسمية إلى الآن انتهت بتقديم مذكرة لمجلس الأمن شرحت الشرعية فيه مخاطر تسرب النفط ولا حراك تشارك فيه على المستوى الدولي. يعاني مرضى السرطان في اليمن ظروفا صحية وإنسانية صعبة نتيجة عدم توفر الدواء والإمكانات المادية للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، ما يجعلهم يتجرعون مرارة الألم ليل نهار دون وضع حد لمعاناتهم المطولة. ومن تلك النماذج الحاجة فاطمة والطفل أحمد في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
هذا البيت المتواضع المبني من أعواد القش يختزل معاناة إنسانية لزوجين. المسن علي محمد طاهر بترت رجله اليمنى قبل عقدين بسبب تدهور حالته الصحية جراء مرض السكري، وينظر الآن بحسرة وألم لامرأته فاطمة وهي تكابد مرارة السرطان الذي تمكن من الجانب الأيسر لرقبتها قبل أكثر من سنة. ورم خبيث أفقدها النطق وبات الأنين وتحريك يدها لغة التواصل بينها وزوجها الذي استثمر قدرته على الكلام كي يشكو غياب الرعاية الصحية عن زوجته بعد نزوحهم إلى قرية الجعدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة وانعدام الدواء وقلة ذات اليد. أنا نازح مع أسرتي، وأنا يعني أصيبت زوجتي بالسرطان منذ سنة وأكثر في رقبتها، والآن زادت معاناتها وتشتهي علاج، والعلاج غير متوفر في هذا المنطقة. في دكاترة ولكن ليس لهم ما هم علاج يعني حق ما يعني مقابل علاج السرطان. وأنا أصبت بالسكري منذ 22 سنة وقد بترت رجلي، والحال الآن يألمه الله. المرض الخبيث الذي أدرك المسنة فاطمة وهي في عقدها السابع لازم الطفل أحمد شلا منذ ولادته، ورغم أن ذا العشر سنوات يحاول التكيف معه والتحصيل العلمي كبقية أقرانه في قرية بني فايد بمديرية ميدي، إلا أن انتشار ذاك الورم الخبيث أسفل ظهره أجهض العمليات الجراحية الثلاث وجعله طريح الفراش وبحاجة ماسة إلى علاج بالأشعة. أنا عبد إبراهيم محمد عثمان، خال الولد المصاب بالحالة. أصيب بالحالة قدام 9 سنوات من يوم مولده، وقد أجرينا له عدة عملية جراحية في السابق، وكنا ميسورين الحال في ذلك الوقت، وأجرينا له عدة عمليات استئصال، وآخر عملية قالوا يحتاج إلى إشعاع، لكن مع تواتر الأحداث وتطور الأحداث لم نستطع أن نذهب له ونعمل له إشعاع، فعدنا إلى الأرض المحررة وبفضل الله تحررت أرض ميدي وعدنا إلى أوطاننا، وليس لدينا والآن نحن في حصار وليس لدينا القدرة أن نذهب أن نعالجه في مستشفيات في اليمن. مرض فاطمة وأحمد يؤكد أن الورم الخبيث لا يميز بين من هو طفل وكهل، وأصاب أكثر من 35,000 شخص في اليمن محيلا حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وفق منظمة الصحة العالمية التي غردت على موقعها في تويتر بالقول إنه لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام، لكنه بات كذلك في اليمن نتيجة عدم توفر العلاج والأطباء المختصين، ما قد يتسبب في خسارة العديد من الأرواح جراء هذا المرض الخبيث. تواصل ميليشيات الحوثي ملشنة التعليم والوظيفة العامة ضمن مساعيها للاستحواذ على كل مفاصل العمل الإداري والمهني خاصة في العملية التعليمية. وأكدت مصادر أكاديمية لليمن اليوم أن الميليشيات عيرت نحو 100 شخص ممن ينتمون للسلالة والموالين لها والمقربين من العصابة الحوثية كأساتذة ومعيدين في جامعة صنعاء. وأوضحت المصادر أن القرارات الحوثية غير القانونية أقصت الكثير من الكوادر والكفاءات الذين يدرسون في الجامعة ولم يتم تثبيتهم، وتعمد الميليشيات الحوثية على تهميش أصحاب الكفاءات الوطنية ممن لا يحملون الفكر العنصري البغيض واستبدالهم بأشخاص من السلالة أو الموالين لها. معنا عبر الهاتف دكتور حسين القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم، مرحبا بك دكتور. في رأيك دكتور إلى متى ستسير الميليشيات في طريقها لملشنة التعليم؟ طبعا موضوع قضية التربية والتعليم من المواضيع الهامة والخطيرة التي يعني إن تعرضت للانتهاكات وإن تعرضت للتخلف والتبديل والاختراقات الفكرية فهذا يؤثر على المستقبل، على مستقبل الأجيال بكاملها من أي طرف كان ومن أي جماعة كانت أو حزب كان. يعني هذه من الثوابت الوطنية، والأصل أن تظل العملية التعليمية عملية مقدسة لا يمكن المساس بها، لكننا ماذا نقول في ظل هذه الأوضاع وفي ظل اختلال التوازنات، وهذا ما حذرنا منه منذ وقت طويل أنه الخروج
التحركات الفكرية والتدخلات في إلى مدارس التعليم وإلى الجامعات وإقحامها في الجوانب السياسية وإقحام الطلاب في المدارس، كل هذا يؤثر تأثيرا بالغا على العمل التعليمي ويؤثر على مستقبل الأجيال وسيعاني منه الجميع. وما نحن فيه في اليمن لا يحتاج مننا إلى أننا يعني نزيد نصب الزيت على النار، لأننا يعني عانينا من هذه الإشكالات من هذه الخروقات من هذه الأفكار المتطرفة طوال السنوات والعقود والمئات السنين من الحروب والاقتتال ومن الصراعات، وكل إمام يأتي ينقلب على الآخر، وهذا يجب على اليمنيين أن يتعبوا من هذه المشكلة وأن يدرسوا عمق هذه المشكلة وما هي أسبابها. لماذا نحن في اليمن يعني لم نخرج إلى نتيجة معينة، لم نخرج إلى يعني نظام معين يستقر فيه البلاد يتم فيه تداول الحكم وتداول السلطة؟ أما أننا نظل من وجهة نظري أن سبب هذه البلاء الذي نحن فيه في اليمن منذ مئات السنين هو سببها الخروقات الفكرية التي عانى منها المذهب الهادوي والمذهب الزيدي، وكل إمام يريد يعني يحس في نفسه شيء ينبغي أن ينقلب على الإمام الذي موجود، وهكذا استمرت العملية وسببها الرئيسي هو الخروقات الفكرية. فعلى العقلاء في اليمن أن ينظروا لهذا الموضوع بنظرة فاحصة ونظرة عاقلة، وأن يعرفوا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الاقتتال وإلى هذه الصراعات الطويلة طوال هذه السنوات. إلى متى سنظل هناك صراعات لا تنتهي؟ هذا سبب هذه الصراعات إنما هو بسبب الأفكار التي جرحها المذهب في عقول النشوي عقول الناس، وجعل من الاشتراطات كذلك أنه دكتور حسين الإمام عندهم أنه يقول أن يخرج. نعم دكتور حسين، وهذا موضوع خطير جدا للغاية. دكتور حسين، في ظل الفكر الضال لجماعة الكهنة الحوثية، كيف نحمي شبابنا ونشأنا من هذا الفكر؟ لا شك أننا يعني مطلوب مننا جميعا كوسائل إعلام كمؤسسات تعليمية ك يعني وزارة الأوقاف والإرشاد المساجد دور التحفيظ دور المجتمع كذلك أنه لا بد أن نحافظ على هويتنا وأن نعرف عن الخروقات وسبب الأفكار المتطرفة التي قد تنشأ سببها نعود إلى ما زرعنا. يعني ما نزرعه اليوم سنحصده غدا، لا شك في ذلك ولا ريب ولا يختلف في ذلك اثنان من العقلاء. أننا ما نزرعه اليوم من أفكار متطرفة وكل واحد يعدي ضد الآخر فإننا سنحصد نتائج هذه القريب العاجل، وهذا ما لا أنصح به أن يستمر هذه الخروقات ولا أن نستمر في هذه الأفكار وزرع هذه الأفكار المتطرفة من قبل الميليشيات سواء كانت في الشمال أو في الجنوب، سواء كانت النزعات السلالية أو النزعات المناطقية. هذه الأفكار يجب أننا نترفع عنها وأن نرتقي بأنفسنا، لأننا يعني نقتل مستقبلنا بأيدينا ومستقبل أجيالنا بأيدينا، وهذا ما لا ينبغي أن يكون من العقلاء الذين يحبون وطنهم والذين يحرصون على أمن وسلامة هذا الوطن، لأنه من يخرب هذه السفينة فإن الأرض سيطال الجميع لا شك في ذلك ولا ريب. نعم، شكرا دكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. مستمرة النشرة وتتابعنا بعد الفاصل. المقاومة الوطنية توقع عقد تنفيذ مشروع مياه حيث استجابة لنداءات المواطنين عقب تفجير الميليشيات مشروع المديرية. قانون جبري، نقول إن هذا القانون قانون سلالي عنصري موجود بالتشريع الإسلامي خالص ولا موجود بالقانون الدولي. الآن ظهرت العنصرية، إن الميليشيات وصلت إلى درجة الإفلاس وتعتبر الشعب اليمني عبيد وتردنا إلى أيام الإمامة. في ظل ما يعانيه الشعب من ظلم وجهل وفرق وتردي أصبح الخمس وكأنه قانون لشلالية معينة من آل البيت حقهم، خص فئة خاصة هم ما يسمون أنفسهم بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. قانون باطل ولا أساس له، نحن معنا الزكاة، الله تعالى شرع الزكاة، احنا لن نسكت ولا نرضى بهذا الخمس الذي خرعه الحوثيين.
وقعت المقاومة الوطنية عقد تنفيذ مشروع مياه المرحوم محمد عبد الله صالح لمدينة حيس محافظة الحديدة، ويعد أحد أبرز المشاريع الخدمية والإنسانية في الساحل الغربي. تواصل القوات المشتركة في المناطق المحررة تقديم الخدمات الاجتماعية لإعادة تطبيع الحياة بعد أن دمرتها الميليشيات الحوثية، حيث وقعت المقاومة الوطنية عقد تنفيذ مشروع مياه المرحوم محمد عبد الله صالح لمدينة حيس بمحافظة الحديدة، أحد أبرز المشاريع الخدمية والإنسانية في الساحل الغربي. عقد مشروع مياه المغفور له بإذن الله اللواء الركن محمد عبد الله صالح، وهذا مشروع مياه يعتبر واحد من أهم المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي سوف تنفذ في الساحل الغربي. يستفيد من هذا المشروع أكثر من 30,000 نسمة. سوف يتم تجهيز هذا المشروع بأفضل المواصفات العالية وإشراف كادر هندسي متخصص. ممثل وحدة الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية قام بالتوقيع على عقد التنفيذ مع الجهات المنفذة للمشروع، والذي جاء استجابة من قائد المقاومة الوطنية لنداءات المواطنين في حيس بعد معاناة من شحة المياه عقب تفجير ميليشيا الحوثي مشروع مياه المديرية أثناء اندحارها على يد القوات المشتركة. وإن شاء الله سنقوم بتنفيذ المشروع في خلال 60 يوما بحسب المواصفات والجدول الكميات المسلمة لدينا. وأشكر الأخوة في قيادة المقاومة الوطنية على ترشيحهم لي بتنفيذ المشروع، وإن شاء الله سنكون حند حسن ظنهم بي. ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 35,000 نسمة من سكان مدينة حيس، والذين يعانون لأكثر من عام من عدم توفير مياه الشرب، حيث يتضمن المشروع حفر بئر مع توريد مضخة ذات مواصفات عالية تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك تنفيذ خط ضغط بطول نحو 14 كيلومتر. تواصل ميليشيات الحوثي التضييق على التجار في صنعاء، وتختطف عددا منهم بعد إغلاق محالهم التجارية لممارسة الابتزاز والنهب والسلب، وهو مسارها الذي نهجته منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وأسلوب دأبت عليه لجمع الثروات على حساب معاناة اليمنيين. في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا انتشاره في اليمن وأتت تداعياته الكارثية على كل شيء، تواصل ميليشيات الحوثي تضييقها على التجار في مناطق سيطرتها، وتمارس شتى صنوف الترهيب والابتزاز بحقهم، وتطالبهم بمزيد من الجبايات والإتاوات الجديدة، وتفرضها عليهم بالقوة دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب العبثية التي اشعلتها منذ 5 سنوات، وانتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بحياة اليمنيين. مصادر محلية في صنعاء كشفت أن الميليشيات الحوثية كلفت موظفيها بمكتب الأوقاف باعتقال عدد من ملاك المحلات التجارية الواقعة في أحد المباني السكنية بجولة تعز، وإجبارهم على إغلاق محلاتهم ونقلهم وبعض العاملين معهم على متن أطقم تابعة للميليشيات، واقتادتهم إلى سجونها دون أي مبرر يذكر سوى النهب والسلب الإجباري الذي تمارسه منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة. وقد أقدمت الميليشيات الحوثية مطلع الشهر الجاري على إعداد قوائم بأسماء التجار في مناطق سيطرتها والمناطق المحررة وتصنيفهم إلى تجار الداخل وتجار الخارج، ومنع تجار الداخل وملاك الشركات والمؤسسات وأصحاب المحال والعاملين في الصيد وتجار الترانزيت وكافة الأنشطة التي لها علاقة بالتجارة من السفر، وذلك بعد إقرارها لمشروع الخمس. وتتعمد ميليشيات الحوثي ابتزاز التجار وإجبارهم على دفع إتاوات وجبايات ما بين الفينة والأخرى، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، وينعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية بفعل الحرب العبثية التي أشعلتها منذ 5 سنوات وأتت على كل شيء. تشهد مدينة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية كانت قد بدأت مؤشراتها منتصف الأسبوع المنصرم بعد أنباء عن نوايا شركة النفط رفع التسعيرة. مصادر محلية أكدت لوكالة خبر أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها بوجوه أصحاب المركبات في مختلف مديريات عدن السبت والأحد، وذكرت المصادر أن طوابير طويلة من المركبات التي تزود بمادة البنزين تقف أمام المحطات التي ما زالت تعمل، فيما التزمت شركة النفط الصمت
الحمد دون توضيح الأسباب في ظل تسريبات عن نوايا الشركة رفع الأسعار. وفي شبوة أسراب الجراد تغزو المحافظة وتهدد المحاصيل الزراعية فيها بشكل غير مسبوق، في حين يناشد المواطنون الحكومة القيام بواجبها واتخاذ إجراءات المكافحة اللازمة. سحب دخانية تغطي معظم أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، حيث لم تكن ناجمة عن حرائق مشتعلة كما يظن البعض، بل هي الوسيلة التقليدية وخط الدفاع الوحيد الذي لجأ إليه المزارعون في محاولة مكافحة أسراب الجراد التي هاجمت مزارعهم والتهمت ثمار محاصيلهم. أول أشكر قناة يمن اليوم على نزولها الميداني إلى المزارع، المزارع التي تضررت من الجراد ومن بعد الدباء جاء من القاع يأكلها، وشوف كيف محاصيلنا الزراعية لا دولة نظرت فينا ولا منظمات. وغزت الجراد منذ 5 أسابيع أغلب مديريات محافظة شبوة، أدت إلى تدمير كمية كبيرة من الحبوب والأعلاف والمحاصيل الزراعية المتنوعة. المزارعون أطلقوا مناشدة تطالب الجهات الحكومية والمنظمات المختصة بسرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى من مزروعاتهم التي تعد مصدر أرزاقهم. الناشد المنظمات والناشد الدولة، وين الدولة ما تجيب فرق رش بالميدات لهذا الجراد اللي كل محاصيلنا والحين خسائرنا بتكاليف الملايين، جس الاول وجرف المزارع وجرف الاراضي الزراعيه، وناشدنا ولا حد اللي قالنا حاضرين، وذا الحين جاء الجراد. فيما اكد المعنيون في مكتب الزراعه والري بمحافظه شبوه انهم يراقبون الوضع عن كثب، حيث أن المركز الوطني لمكافحة الجراد قد أنهى عملية مسح ميداني لتحديد السطوح والأماكن التي تتطلب المكافحة العاجلة. يوما بعد آخر يتكاثر الجراد في شبوة في ظل توفر المناخات الملائمة للتوالد، الأمر الذي يهدد بتدمير المزيد من المحاصيل الزراعية ويلحق خسائر كبيرة في ممتلكات المزارعين، ما يضيف عليهم أعباء معيشية جديدة تضاف إلى متاعب الحياة الأخرى. وتضرر المواطنون الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي كمصادر الادخار الوحيدة لتوفير لقمة العيش الكريمة، وهم يشكلون النسبة الأكبر من سكان المحافظة كغيرها من محافظات الوطن التي تأثرت بشكل كبير بفعل آفة الجراد. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 10,200,000. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 10,275,000 شخص، وصلت حالات الوفيات إلى أكثر من 505,000 شخص، فيما تجاوز من تم شفائهم 5,575,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بمليونين وأكثر من 637,000 حالة، تليها البرازيل بمليون وأكثر من 345,000 حالة، ثم روسيا ثالثة بما يزيد عن 634,000 مصاب. النشرة انتهت، عودة لتذكير بالعناوين. ارتفاع حالة الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، والميليشيات لا تتعاطى إيجابيا مع الجائحة. نسبة كبيرة من اليمنيين نازحين و20,000 مختطف يتعرضون للتعذيب في معتقلات الحوثي.
إحباط محاولة تسلل حوثي في حيث وعشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات في الضالع. نشرة انتهت، في أمان الله.